مشاهدينا في كل مكان تحية وترحابة، زي ما عودناكم دائما في كل مرة في بيوت وحكايات انه احنا نقدم لكم حكاية وفكرة وموضوع جديد. احنا الليلة من داخل منزل الأستاذة مرتضى كمال سيد صالح، وهو واحد من هواة تربية الطيور، وهو إداري بجامعة أم درمان الإسلامية إدارة التخطيط والتنمية والاستثمار. نسعد كثيرا في هذا اليوم الجميل انه احنا نكون في حضرة هذه العصافير الجميلة والرائعة. خليكم معنا وتابعونا عبر بيوت وحكايات. أستاذ مرتضى، يا ريت لو تحدثنا عن بداياتك مع تربية الطيور، هي كانت هواية ولا فكرة استثمارية أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البدايات تقريبا سنة 85 كان الوالد عنده الهواية بتاعت الحمام دي، يعني كان في كميات كبيرة من الحمام البلدي العادي، وبقيت أمشي على سوق درمان بشوف أنواع، كانت في أنواع معينة من الحمام، هي بيقول لي الحمام الروماني الحسي موجود ده، الحمام الرقاص ما كان في أنواع كثيرة. فالعملية دي جذبتني شديد جدا جدا، وكان بمشي أشوفها في سوق الحمام في سوق أم درمان، فبقيت أجيب منها أنواع في البيت، وبقت بالنسبة لي يعني هواية، وطوالي صلة بتاع التواصل مع الأخوان ومع الناس البيت ذاتهم مشاركوني في الحتة دي. فمشيت هناك السوق، يعني جيت أخونا بابكر باور، بدايتنا هناك مشينا بجناوي، يعني دول يعني راجل فاضل جدا جدا، وكنت امشي اشتري من الحمام ده المدخل بتاعي، واشوف عندي انواع الحمام، يضرب لي تليفونات يقول لي يا اخي حاجه جات جديده من الحمام ده، فبقت الشغلانيه استهوتني، وبقت يعني بالنسبه لي متعه كبيره جدا جدا. ما ترددت في انك انت تبدا المشروع ده؟ نهائي، يعني لقيت فيها نفسي، يعني اصل دي مزاجي انا في تربيه الطيور والحمام دي، يعني الحاجه الوحيده اللي ما ممكن اعمل لها وما استفيد منها وممكن تاخذ من وقتي كله، يعني ممكن اقعد معها ساعه ساعتين ثلاثه اربعه اليوم كله انا اكون معها. ما بتزعل الناس البيت منك؟ والله بتزعلني، لكن يعني في النهايه اقول يعني رغم الواقع ده، يعني لانه بلقى فيها نفسي، وبعدين يعني بشدني شديد جدا جدا، يعني في الايام الاولى كان بتضايق منها وبتزمروا، لكن ثاني حاجه بالنسبه لي حاجه عاديه، يعني لان دي حيوانات الواحد ما ممكن يهمل فيها وما ممكن اخليها يعني ولا بتتكلم ولا بتنظم، فانت لازم تراعيها يعني. أجدد الترحاب بكم سادة المشاهدين عبر بيوت وحكايات، وإحنا لسه متواصلين في حضرة السيد مرتضى كمال في منزل العامر وأسرته الكريمة. أهلا ومرحبا بكم، ونواصل لسه حديثنا مع تربية الطيور. أستاذ مرتضى، كيف استهوتك نوع معين من أنواع الطيور بديت بيع؟ بديت أنا بالحمام الراقص، ده كان الحمام الموجود، يعني يقول لك الحمام الرقاص في أي بيت كانت تبنيته الحمام الرقاص، وكان عادي جدا ما زي حسن محسن ده، يعني كان حاجة بس تكون واقفة كده بتحرك الضربة ورقبتها. يعني ناس البيت كانوا بيساعدوك في تربيتها ولا؟ والله لما بكون عندي شغل مثلا في المكتب وكذا بضرب تليفون، لو دخرتها بيساعدوني يدوها مويه وبياكلوها وبيراعوها، يعني لحد ما لكن هم بيكونوا مركزين انه والله مواعيد وجبتها جات، مواعيد المويه، بيقوموا من نفسهم يمشوا يدوها، لكن الا انت تضرب تليفون. الا ربيهم اضرب لهم تليفون تحصل العمليه دي، لكن بلاهم ما يقدروا يمشي. ما عندهم اي خلفيه او فكره عن تربيه الطيور؟ والله فيهم بيشوفوني، يعني انا كل يوم بعمل في شنو بيشوفوني بعمل في شنو الحاجه اللي بيعملها بيعملها، يعني لكن طبعا ما عندهم الحاجه الميول بتاعي للحيوانات دي كيف، يعني الميول بتاعي طبعا بيختلف عن ميولهم، هم دار اداء واجب كده، لكن ثاني في النهايه بقت الشغل لهم جابوا كهوايه، يعني حتى الاولاد دول بيطلعوا معي طوالي فوق بيشوفوا الحيوانات وبيمسكوها ويراعوها ويقعدوا معاها ويتونسوا معاها يعني. لكن ما لمست فيه يعني حب الطيور وتربيتها بنفس مستواك؟
والله ما تتغيري شغلتي في الدنيا ما طوالي كده يعني حاسه صغار، لكن بعد شويه حتتمنكم، لان هي بالمناسبه الواحد ممكن مدمن. انا حاسس انا مدمن هوايه يعني، انا حاسس ما بقدر يعني، مو ممكن يوم ما اطلع القفص، ما ممكن يوم ما امشي اشوف الحمام، ما ممكن يوم ما اشوف الطرد، بتكون بالنسبه لي يعني حاجه يعني نفسيا بكون تعبان جدا جدا. قبل كده سافرت كم يوم من البيت وفارقت طيورك؟ سافرت والله، سافرت من اجل الطيور ذاته، سافرت مدن من اجل الطيور، وسافرت كسر من اجل الطيور، وسافرت عشان اجيب الطيور دي، لكن ما سافرت من اجل حاجه ثانيه. انواع الطيور جبتها من كسلا ومن مدن شنو؟ والله نفس الطيور عندي انا متبادله بالنسبه لنا عند الاخوان هناك، يعني مشينا مدن هناك جبت عندنا اخوان هناك مربين بتاع الطيور، بنمشي الحاجه اللي بفقدها انا وبتكون ناقصه عندي هنا بمشي بعمل اجيبها من هناك، الطيور نفس التعيب وادي لهم برضه هناك نفس الطيور دي. لما حبيت انك انت تربي استشرت الاقارب والاهل ولا يعني من خلال البحوث والكتب والنت انت قدرت يعني تجمع حصيله علميه عن الطيور وتربيتها وطريقه التعامل معها كيف؟ والله انا اصلا كنت لقيتها في البيت، الطيور دي اصلا لقيتها من حبوباتنا زمان من بدري لما الحبوبات احنا وانا تربيه الجداد تربيه الجداد وحبوبتي ذاتها كانت عندها قفص بتاع حمام صغير انا ما انساه ابدا كله انا بديت من القفص بتاع الحبوبه زي ما بنقوله ولحد ما جيت زمان الوالد بيسكن مع الاسره احنا كنا اولاد صغار زي ديل زي اولاد ديل مع حبوبتنا هو البيت الكبير قوم ابوي اتنقل البيت الكبير بتاعه الوالد قام شفت الهوايه دي تمكنت منها مع الوالد وقمت انميتها يعني عرفنا من مدام عفوا عرفنا من مدام ساره بانه انت اول ما تجي من الشغل بتسمع صوت العربيه لكن ما بتشوفك فقالوا انت بتطلع طوالي على العصافير قبل ما تجي تشوف ناس البيت فحسينا بانه الحكايه دي زي المضايقه وحسيت انه في ضره ثانيه في البيت. لا ما في حاجه والله الشغلانيه دي انا بالمناسبه يعني لازم اجي قبل ما اوقف العربيه بتكون شديد بشوف العطشان بشوف الجعان بشوف العيان لانه يعني فعلا بكون عندي جرعه بتاع فيتامين بكون عندي جرعه بتاع علاج في حاجات انا بكون من الصباح اديتها حاجه وجاي اشوف النتيجه بتاعتها شنو، يعني مثلا في حمام انا او طيره اديت علاج بكون بالي مشغول لحد ما اصل القفص واشوف هي ماتت حيه بقت نصيحه ما مشت لي قدام حالتها متاخره اعمل لها اسعاف اجيبها تحت انزلها فوق بكون في حاله بتاعت قلق شديد جدا لو ما مشيت فوق ما هي بكون نفسيا ذات مرتاحه لو قعدت معهم بكون معهم بكون قبل ما تجي تشوف ساره كيف وكمال كيف والباشا ده كيف انت بتكون طوالي ولا بتلفت طوالي وصلني فوق هاي. ولسه متواصلين معاكم مع تربيه الطيور واحنا حاسه في واحده من الاقفاص بتاعت الطيور استاذ مرتضى كده نتكلم شويه عن الطيور احنا جينا ما شاء الله وشفنا الليله عندك عدد كبير من الانواع المختلفه للحمام فكده كلمنا عن الانواع اللي عندك. والله عندي كميه كبيره جدا من طيور الزينه وحمام الزينه وجداد الزينه فحسي مثلا عندنا جاكوبين حمام الجاكوبين هو النمسي بيقول على النمسي هنا ده وعندنا البخارة دي هنا هندي وعندنا النفاخ القلم ده نفاخ قلم وعندنا الرقاص الفرنسي الرقاص الفرنسي ايوه عنده الرقاص الفرنسي الحمامة لونها بيضاء والزيل يا بيكون اسود يا بيكون احمر وعندنا الروماني عندنا الروماني هنا الروماني القزازي وعندنا الرقاص الامريكي هنا ايوه هنا الرقاص الامريكي ده الرقاص الامريكي وعندنا النفاخ نفاخ ابو هلال نفاخ نوعين شايفاه نفاخ قلم ونفاخ ابو هلال النفاخ القلم هو نفاخ حفيها ما فيه شراب زي ده كده ده نفاخ فيه شراب وفيه هلال هنا بيقول لنا نفاخ ابو هلال النفاخ القلم النفاخ القلم ما حفيان ساكت رجلينه عاريه ما فيه شيء وين فوق بكون عامل كده زي كاس العالم وريشه خفيف وريشه خفيف وذاته وزنه ذاته خفيف الانواع بتاعت الطيور والمختلفه دي كل واحده بيكون عندها نوع معين من انواع الطعام فانت كيف قدرت تكيف الطيور دي كده وتخطها كلها مع بعض الغذاء طبعا الرئيسي بتاعها هو الفتريتا دي بعدين بيقوم نديها تحلية هي البليلة العدسية والعيش الريف والكبكبي العادي بتاعنا ده يعني التحلية بتاعته العيش الريف والكبكبي ولا هي بتحصل دايما كده مزاوجات بين الطيور بتحصل مزاوجات لكن ما من الصالح طبعا احنا بنحاول كل جوز شايفه بنخده في قفص براو عشان يطلع لنا الاصل بتاعه لو اي جوز طلع براو بيجاوز بيطلع انواع تهجين مختلفة ما بنقدر نستفيد منها حاجة بتقوم تبوظ الشكل بتاع الحمامة اي هنا في شايفه زي الجوز ده هنا بقفله اسمه لاهور
ده بيكون قاعد براوع عشان يحفظ الجينه. ده لو لخبطناه مع الرقاص بيقوم يدينا شكل غريب، يبقى حمام بتاع ضبح عادي، ما بنستفيد منه شيء. شايفه في بعض من الطيور عندها زي دباجه او شكل دبل على رجولها، فدي ميزتها شنو او فريقها شنو من بقيه الطيور؟ لان ما شايفاها لابسه بمستوى حمام الفيو دباجات. ده دي دبل بتاعتي انا وبتاعت زملائي في الهوايه، بنقدر نتعرف على حمامتي انا لو مشت برا، لو قعدت هنا في السودان، لو مشت الاغاليم بقدر اعرف حمامتي انا، يعني بكتب فيها اسمي انا والتلفون بتاعي، حتى لو راحت بيجيبوها لي راجع انا، الناس اللي بيلقوها في السوق، الاصدقاء الزملاء، وبنقدر نتبادل الحمام. يعني احنا مجموعه من هواة، كميه كبيره جدا من الهواة، فيهم الوزير وفيهم الغفير وفيهم الفراش وفيهم الاستاذ وفيهم الطبيب وفيهم المعلم وفيهم المهندس وفيهم كلهم، يعني مشترك، يعني كلهم من هواة تربيه الطيور، كلهم من هواة تربيه الطيور وتربيه الحمام الزينه. ده نفاخ، النفاخ القلم هو موجود فيه وحسيدي بيتي وفيه اسمي وفيه رقم تلفوني، وده كده جوز مع بعض طقم، يعني لو اتفرد تاني مع اي لون بلخبط الجينات بتاعت الحمام. عشان كده كل جوز انا اخذت له عين معين، اكله معين براو، كل جوز بيكون مفصول في قاعد براو في قفص براو. الطيور دي انت جلبتها من برا ولا كلها داخل؟ خارج السودان، الطيور دي كلها خارج السودان، ما فينا طير محلي هنا، كلها خارجيه. حتى بيشبه البطريق في شكله، جميل، بيشبه البطريق، ويعمل حمام الجاذب جدا جدا وعليه رباط كثيرين جدا جدا، وبيكون بيعيش في مجموعات. موطني وين وجبته من وين؟ والله ده الحمام ده كله يعني بيجي من المانيا، بيجي من المانيا، بيجي عن طريق بينزل في الاردن، بينزل في دبي، بينزل في البحرين، الناس من هناك بيجيبوا لنا الاخوان عن طريق المطار، وبنمشي برضه الاخوان بيستوردوا، بعد الاخوان بيستوردوا بعض الحمام ده بنمشي نشتري منهم، وبنجيبه هنا بنولده وبنكاسره وبنقوم نوزعه لبقيه الهواة. يعني انت ما حصل سافرت مشيت جبتها ونجيت؟ لا لا، انا ما مشيت جبتها قبل كده حمام، لكن بشتري من الاخوان هنا، في ناس بيجيبوا حمام من برا، بيجيبوا احنا بنستورد، بيجيبوا نشتري منهم وبنقوم نولده هنا. مرحبا بك مدام سارة، واحنا الليلة معاكي في البيت تناولنا جانب الطيور، وزوجي قال انه والله هو طوالي نفس كلامك، بيطلع طوالي وبيشوف العيان وبيشوف الجيعان وبيشوف العطشان، فقلنا له والله دي ضرة تانية لسارة، انت رايك شنو في الكلام ده يا سارة؟ والله في البداية بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبتشرف بزيارتكم الليلة في بيتنا. وموضوع الطيور ده طبعا انا في البداية عانيت منه، يعني اول ما تزوجنا وكده، فكان الاهتمام لقيته يعني 80% اتجاه الطيور والحمام، فكنت بتضايق جدا. لكن تاني يعني بمرور الوقت لقيت انه يعني الهوايه دي شاداه شديد، فحاولت انه بقدر الامكان اجاريه، وهسه في النهايه خلاص على اساس انه اكتشف انا ذاتي يعني الحاجه الشاداه يعني بالنسبه دي، فبقينا بالتدريج يعني شويه شويه نطلع معاه ونتفرج نشوف انواع الحمام، اشكاله، العيانه، يعني الانواع المختلفه. بديت ابرمج نفسي على كده على اساس انه انا ذاتي ما اتضايق من حته زي دي. يعني قلنا مره بيضرب ليك بيقول لك يا خمسه ديما الاكل فعلا لما يكون في تاخير يعني في الشغل او كده، فنحن عارفين ذاته يعني انه الصباح والمساء يعني الفترات الصباحيه والمسائيه دي الفتره اللي بياكل فيها الطير، بيشربه، بيشوف العيان وكده، وهنا فهو لما يتاخر يعني في الشغل بيقوم بيتصل علينا يقول انا متاخر شويه، اطلع اشوفه، ادوه الوجبه حقته وادوه المويه، فبنقوم باللازم. يعني مو صعب كمان برضه بيتعاملوا مع الطيور بنفس طريقتك؟ يعني مولفين عليهم حاجه في البيت مما يتولدوا لقوها قدامهم، يعني بيجوا متماشين مع الوضع، بولفوا عليهم ذاتهم وبيهبشوا مع ابوهم، يعني بشوفوا ما فكرت انك انت تعملي لك قفص براكي وطيور غايمه بذاتها تكون حقتك؟ والله ما فكرت في منافسه كده بيناتكم، ما فكرت في حته زي دي، يعني ما حصل. اهتماماتك اكثر حاجه بشنو في البيت يعني كده عموما؟ ما يعني الرسم، مشاهده التلفزيون، وبقى الحمام والطير برضو من هواياتنا. طيب جميل، طالما انت بتحبي الرسم فبيكون عندك لوحه تشكيليه جميله وباغه رائعه من العصافير اللي شفناها فوق دي. ما حصل يعني رسمت حاجه كده هنا، يعني بس مجرد شخابيط كده في كراريس في اوراق في هناك،
بعدين يعني هو ذاته الوقت بقى رعاية الأولاد والمذاكرة وجايين على امتحانات نهاية السنة، فالوقت بقى ملان شديد يعني حتى للهواية. الحمام ده طبعا دايما مزاجه جميل جدا جدا في الطهي. ما حصل يوم كده نفسك دخلت في حمام وقلت كده همشي أشيلها أطبحها قبل ما الزول ده يجي؟ والله بناكل يعني بناكل الحمام البلدي يعني حق الضبيحة ده براو حق الأكل، وده حق الزينة براو يعني ده خاص ما ممكن الضبح بس تتفرج فيه ومنظر يعني. لا ما جربت انك انت كده اطبخ طعم والله اشوفه كيف. والله انا بدل اكل لي حمامه ب 2 مليون 3 مليون ممكن اجيب 3 4 خرفان استمتع من حمامه صغيره يعني. مرة اقتصاديه يا مرتضى ها. شوف اخذتها من يات ناحيه. الكلام ده 2 3 مليون ده بيجيب لكم الهواء امسح. يديك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيك. وحنواصل معاكم. سارة عندنا زرازير فوق من العصافير وما شاء الله عندك زرزورين أنت الليلة. يديك العافية. نتعرف عليهم الشباب ده. يديك العافية. عندنا أول يعني بنتنا الكبيرة شهدي ربنا يرعاها ممتحنة السنة دي تامين، فهي هسي في المدرسة. ومصعب مرتضى هسي في صف رابع. وكمولي آخر العنقود في الروضة. أهلا يا كمال. كيفك؟ كمال ده يا جماعه كان قبل محتاج وزعلان يعني شايف ان احنا ما اديناه حقه، فبعد تحنيس ردناه وجبناه عشان يقعد معانا ونشوفه ونقدر نتونس معه، فشكله ما قبلنا الونسه وعايز له عصفوره عصفورتين يكونوا حقاته برا. ايش يا كمال؟ ربنا يديك الصحه والعافيه. يلا يا مدام سارة صرحت بأسعار الحمام والطيور، فأنت كده العائد الاقتصادي اللي دخلته لك الطيور؟ والله يا أخي العائد الاقتصادي أول حاجة يعني الطيور دي أسعارها بتختلف، وهي ذاتها كده صعب يعني. حسي الأكل بتاع الطيور ذات حسي أنا بمشي يوم الجمعة دائما بمشي أجيب الغذاء بتاعه كله بتاع الأسبوع، بمشي مخصوص بدور عربيتي بمشي اجيب البليله وبجيب الفتريته وبجيب الدخون وبجيب القمح كله باخده عندي فوق في المخزن واقوم اديه منه حبه حبه يعني. وذاته الاكل بتاعه مكلف شديد جدا جدا، لكن الطيور اسعارها بتختلف يعني في اسعار فيها متفاوته. هي بتعيني اول حاجه في الدخل، وبتعين نفسها ذاتها بتشيل نفسها يعني ما بصرف عليها يعني هاي ما بصرف عليها يعني ما مكلفه بالنسبه لك شديد. بل هي بتديني دخل يعني بتزيدني دخل يعني في البدايه كنت بصرف عليها، لكن حسي هي بتشيل نفسها وبتصرف على نفسها وبتدخل هي ذاتها يعني. حسي انا ببيع منها بجيب انواع مختلفه ما عندي، بجيب انواع ثانيه بدخلها عليها للطيور ذاتها يعني بتكون انواع ما عندي ببيع منها بتحصل عمليه بتاعت شنو مقايضه يعني. الحمام مثلا ابيع حمام من هنا مثلا عندي الرقاص ما عندي البخارة عندي نفسي ما عندي مثلا النفاخ القلم بقوم ابيع النفاخ القلم اجيب النفاخ ابو هلال مثلا يعني بتحصل تشكيل يعني. هو زاده الحمام بقى البدايه بتصرف عليه لكن في النهايه ثاني بيشيل نفسه اي وكل ما ياخذ من الزمن يعني بعد ده بيتوالد داير عمليه بتاع العمليه بتاع الزمن انه تكاسر يعني في خلال سنه في خلال 3 4 5 شهور بتلقى تعمل حظيره كبيره جدا جدا بعد ده ما بتقدر لازم تتخلص منه يعني تبيع لانه ما بتضبح. وحمام بتاع زين لازم توزع منه الاخوان عشان تقدر لو احتجت له ثاني تلقاه مثلا يعني عشان حتى لو انا فقدته حصل لي اي وباء مرض فقدته بلقى عند الاخوان تاني مش هجيبه تاني اقدر اتابع هوايتي واستمر فيها. احنا برضو ممكن نشاركك يعني التيم العامل الليله اللي معانا ده كله ممكن تديه جوز بتاع حمامه وعصافير، فاحنا برضو ممكن نشاركك في التربيه. مرحبا بكم والله بتحصل هدايا كثير حسن الطيور طوال بالمناسبه يعني الاخوان بيجوا والاهل والاقارب طوال يكون دار طيور زين يعني من الحاجات الجميله جدا بالمناسبه بتعمل بتعكس يعني نفسيا كده في البيت ذاته لما يكون في طيور يعني يعني حاجة جميلة وحاجة راغبة حتى الواحد ذاته يتأمل في الأشكال بتاعتها وفي مناظرها وفي جمالها وفي وداعتها وفي في منظرها المنظر الخلاب يعني شوف ربنا يعني قدرة الخالق يعني في الألوان سبحان الله وتعالى في الطيور دي شوف أشكالها كيف وشوف التنوع بلا والتعدد بتاعها
وكله حاجه بتختلف عن التاني، وكله شيء اجمل من التاني، وكل ما تمشي بتلقى اجمل، وما بتقدر يعني بحر بحر. الهوايه دي بحر بالمناسبه، بحر عديل يعني الواحد ما بيقدر يعني تصل للاعماق بتاعته، قدر ما تمشي بشدك زياده، لانه كان في حاجه معينه كنا زهقنا وحصل ملل، لا كل يوم في شيء جديد، كل يوم في شيء جديد. اكيد احنا شفنا فوق يعني في الاقفاص عندك كرسي وترابيزه وفي سرير، فانت بتقعد دائما معاهم واكيد بتشوف حركاتهم. الرومانسيه بين الطيور والطريقة بتاعت التعامل والمخاطبة في بيناتهم، بتحس انه في رومانسية جميلة بيناتهم وفي طريقة بتاعت كلام بتقدر انت تترجمه؟ طبعا طبعا، دي ما لغة 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 يعني لغة شفافة جدا جدا، لغة الطيور دي يعني واحد بعين لها طبعا، هي بتونس بعض، بتأكل بعض، في تربيتها في الأطفال ذاتها يعني، حتى الجينات بتاعتها الصغار دي حتى لو وقعت في الواطي بتلقاها مبارية، لو ما انا جيت رفعتها فوق وتلقى الام تحرسها لحد انا ما ارفعها فوق في العلبه بتاعتها حتى هي ترتاح وتخش معها يحصل لها هدوء بدون اي خوف. بدون اي خوف، هاي بدون اي خوف، بدون انا متعود انا اخش لهم طوالب اكلهم بشربهم ما بتحصل اي خوف. انت من خلال مزاولتك لهوايتك ورغبتك مع الطيور عندك رؤى وافكار مستقبليه في انك انت تطور من المشروع ده وتعمل منه مشروع اكبر من كده؟ والله يا اخي انا ساعي لي في مزرعه، نتمنى من الله انه ربنا يوفقنا فيها على شنو اقدر ابدع اكثر في 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 المجال ده، لانه انا حاسس يعني في البيت هنا الواحد زي المكتف كده يعني، لانه الحاجات دي بسيطه وكمياتها كبيره، مش انواع الطيور، في انواع عندنا احنا ذاتنا انواع هنا طيور جميله جدا جدا، لكن دائره مساحات عندنا الديك الرومي وعندنا الحاجات دي يعني هي ذاتها حاجات جميله جدا جدا، وعندنا جداد الوادي وعندنا وعندنا ما بدنا الحاجات دي نجيبها لانها بتعمل ازعاج مثلا للجيران يعني، لانه دي اصواتها عاليه، لكن الطيور دي هنا زغزغه خفيفه خفيفه ما في حاجه يعني. معزوفات موسيقيه رائعه، معزوفات موسيقيه رائعه، لكن الحاجات الثانيه ديك بتحصل فينا جهاز الواحد برضو براعي للجيران وبراعي للاخوان وكده. احنا شايفين الهوايه دي استهوتك شديد لدرجه انه لقينا عندك كتيب مربي طيور العالم، فانت شايفك بتستعين برضو بدلائل وبحوث ومن خلال النت، فشفنا الليله الكتاب ده وانت بتستعين به، فلقيت في انواع من الطيور موجوده في الكتاب انت ما عندك؟ كثير جدا جدا، لقيت هنا طيور كثير جدا، ودي ده دليل مربي العالم، دليل مربي العالم. انا هنا في تلفونات وبتصلبون في قطر وفي السعوديه وفي البحرين، وكلهم دي كلهم مربي طيور طوالي، وبعدين بيخش معارض يعني، في معارض هنا لاحظت، هنا في معارض، في جوائز كاسات وفي تكريم من الدوله ذاتها. احنا كده خشينا معرض الزهور، عندنا المعرض الزهور السنوي طوالي هنا في قاعه الصداقه، بنخش في طوالي دي معارض شايفه، ودي كلها جوائز كاسات وكده تكريم من الدوله ذاتها يعني. شاركت في كم معرض؟ والله معارض كثيرة يا أخي، معارض كثير، أي معرض هنا بقوم في الخرطوم هنا أنا خشيت فيه، وبيجوني طوالي بيستعينوا بي يعني في عرض الطيور والحمام الزينة وطيور الزينة، وكان هواية عندي هواية برضه الزهور دي كانت كثيرة جدا برضه. أنت والله لو خطيت مع الطيور دي زهور فبتحياها بتكون جميلة. قاعدة والله زهور ما حسي قاعدة برا في المدخل بتاع الباب. ربنا يديك الصحة والعافية أستاذ مرتضى على اليوم الجميل الرائع اللي قضيناه معك الليلة عبر بيوت وحكايات، سبحان الله فيما أبدع وصور في هذه اليوم الجميل. مشاهدينا لسه متواصلين معاكم، وخلونا نطلع محطة تانية ونشوف هواة وتربية الطيور. دي الشنطة بتاعت الإسعاف، الشنطة بتاعت الإسعاف ده فيها الحقن، نضع بها حقن، دي الحقنة بتاعته نديها زي 20 لحد هنا ده بالميلي طبعا، وده التترا سايكلين وجع العيون، وده الفلاجيل هنا فلاجيل وتترا سايكلين العادي بتاعنا ده بنستعمله، بندي حبة للحمامة كويس، وهنا دي الظروف بتاعت الأدوية بتاعته، وده سيفنسيس بالنسبة لتقوية الشعر والعضلات، وبيغوي الشعر بتاع الحيوان، بعدين بيخلي النمو بتاعه يكون سريع جدا جدا. بتستعين بطبيب بيطري ولا انت من خلال ممارستك للطيور قدرت تعرف الحاجات دي براك؟ استعنا بدكاتره بيطريين، لكن مع الخبره احنا من سنه 85 في المجال ده، فبقت الحاجه بالنسبه لي عاديه جدا، اي مرض انا بقيت اعرفه، وبعد الزملاء برضه بيجوا لنا نعالج الحاجات دي كيف، فنحن بنقدر
نوعيهم ونكلمهم بالنسبه للادويه دي. الادويه دي شهريه ولا سنويه؟ الادويه دي ولا شهريه ولا سنويه حسب الاصابه، لكن الفيتامينات هي شهريه، انا ادي فيتامينات شهريه طوالي، بنديه جرعه بتاعت فيتامينات شهريه، لو في اي اصابه الواحد بيقوم بيعزل الحيوان ذاته للمريض، بتخطيه في قفص خارجي، تقوم تعالجيه حتتين، تبعديه من المجموعه عشان ما تحصل اي اوبئه او مرض في القفص، نقوم نعالجه بعد ما يبقى سليم حتى نجيبه تاني نرجعه الحظيره بتاعته. يعني بكون في غرفه الانعاش لفتره؟ فتره كبيره جدا، احنا ذاتنا بنكون معاه في الانعاش ذاته لحد ما يبقى كويس حتى احنا ذاتنا نهدى. بتعرفوا كيف؟ يعني انت قلت لي بيكون عنده التهاب، بيكون عنده وجع عيون، انت بتعرفوا كيف بيكون عيان؟ ما بحس بها والله شديد جدا جدا، اول حاجه ما بتاكل، بعدين بتكون ما طبيعيه، بيكون حركاتها بطيئه جدا، بتكون مدبرسه كده، والحمام دائما مكانه فوق، يعني حس عين الحمام ده كله فوق مكانه فوق، يعني اي حمامه تلقاها قاعده تحت بتكون شبكي الا بس للاكل او الشراب، لكن تكون قاعده تحت بتكون ما طبيعيه، هو الطيور يعني اي طيره حسينا تلقاها قاعده تحت في الواطه بتكون عندها اصابه، فطوالي بقوم بزعفها وبقوم بشوف الحاصل عليها شنو واقوم اعالجها واقوم ادخل الحظيره مع بقيه اخوانا. يعني يعني انت من خلال متابعتك وقعدتك معاهم لفترات طويله بتقدر تميز اذا كانت الحمامه دي والله كويسه او كعبه او عيانه او عندها مشكله؟ من اول نظره، بعدين من البدايه، يعني المرض الواحد من البدايه، لو من البدايه بتقدر تلحقيه، ولكن لو كمان اتفحل ومشى لبعيد بتبقى العمليه صعبه جدا جدا، وبعدها بتكون الحاله بتكون بقت مستحصيه، وبعدها الواحد بيكون عايش في قلق شديد جدا جدا لحد ما تبقى الحمامه سليمه. فانا حاسس بالمناسبه يا عندي قعدتي هنا في الكرسي، بقعد هنا في عندي قعدتي المفضله هنا في الفجه دي، بقعد هنا بفتح الكتالوج بتاع الكتالوج بتاع الحمام ذاته، ممكن حاسس بعد شويه افرجكم فيه، الكتالوج ده فيه دليل لكل الهوال في العالم، كل الهوال في العالم انا عندي الدليل بتاعه، انا بتصل بيهم بواصلهم بشوف الانواع اللي عندهم في القطر في البحرين في السعوديه في الكويت، ده كله انا عندي عناوين هنا بتصل بيهم بيراسلوني بشوف الانواع الحاصل شنو بالنسبه للطيور؟ بالنسبه للطيور والنوعيات الجايه الجديده شنو نقدر نحسن فيها؟ نقدر نحافظ عليها من الانقراض ما تموت، نقدر ننشرها، نقدر نعمل معارض، وخشينا معارض قبل كده كثير، معرض الزهور يعني انا اشتركت فيه كثير جدا جدا، في معرض الزهور قدمت الطيور بتاعتي وقدمت العصافير بتاعتي في المعرض، وحتى حصلنا على جوائز يعني. احنا هنواصل في الموضوع ده ولسه جولتنا متواصله معاك، لكن دايما بيكون عندك حاجه جزء من انواع الطيور يعني من المحبب لنفسك، فانت اكثر نوع بيستهويك وبتحبه شنو من انواع الطيور؟ خاصه ان عندك يعني باغه جميله من الطيور المختلفه. والله اكثر حمام انا بريده جدا وبحشقه شديد الحمام الجاكوبين النمسي، ده هو الابيض ده، ممكن انا امسكه لك في يدي حسي يا هندا، ده من الحمام المفضل انا عندي، ده من الحمام الجميل جدا، والحمام انا اللي بحب اولده وبحب يعني اكون طوالي معاه، يعني لو كان عندي اكثر من 30 40 جوز انا ما بميل لون يعني، وبحب دائما اولد فيه الالوان، يعني يكون عندي اللون الابيض ده ويكون عندي اللون الاصفر، كل الالوان ما تكون الالوان الفاتحه دي تكون جميله جدا جدا. الحاسه دي المميزه من دون اخواتها؟ الحمامه المميزه من دون اخواتها هي الحمامه دي، هي بهتم بها شديد، الحمام النمسي بالذات والحمام البخاري ده برضه، ده من الحمام النادر جدا جدا، حسي مستحدث يعني الناس حسي بدت يعني تولده وتكاثره وولادته ذاته يعني صعبه شويه جدا جدا. هاي
قعدت معاهم فترة طويلة جدا، وبتكون عارف الحياة اللي بتكون مزعلام شنو، الحياة اللي بتكون فرحة مفرحام شنو. فمن خلال قعدتك معاهم بتحس انه في نوع من الضيق مع بعض؟ والله الحمام بتضايق مع بعض لا، لكن اذا جو زول خاشي طوالي الحركة عليه كثيرة ما يحب دائما يكون في هدوء، يعني الحمام دائما دار يكون في هدوء، يكون كل جوز في عين براو، حتى لو خشلوا اي حمامه ثاني في القفص بتاعه الصغير ده بتحصل مناوشات ومضربات وبتكسر البيض وبيكتر الفروخ، والواحد لو ما لحقه بيفقد ذات بيفقد الحمامه ذاتها لانه بيحاول يضرب لحد الموت. ديته نوع من انواع الطيور؟ ده الرقاصه الفرنسيه، الجسم كله ابيض والطوق بتاعه عامل زي بالتلمولد ما بقول عليه هنا، وهو لون اسود. دائما بيكون بالطريقه دي؟ دائما بيكون بالطريقه دي، راقط وشاد الذيل بتاعه كده زي الطاووس، ابيض والذيل بيكون اسود. يعني دائما بيكون ثابت كده؟ بيكون ثابت كده وراقص طبيعي. ايوه. ممكن يعني امسك لك الحمامه ذاتها عاديه جدا. ولوف ما بترفض. ده حمام السلام، ما في اي كلام ولا في ولا بضرب ولا بشاكل ولا بعضي ولا بيعمل اي حاجه. السلام عليكم. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله. والطوق بتاعه شايف؟ بيكون مفرور كده. ايوه. بيكون دائما بالصوره دي. لو في اي ريشه هنا تاني بيضاء بيكون حمامه ما نظيفه، بتكون لازم يكون كله اسود كده، يا كله احمر، خلاف كده بيكون حمامه ما نظيفه، بتكون فيها لخبطه، بتكون مهجن وبيكون ما عندها اي قيمه، تفقد قيمتها. يعني لازم كله الذيله يكون باللون الاسود او بالاحمر. او بالاحمر، هاي كله يكون بالاسود او بالاحمر. وزي ما شفنا جمال وبهاء الخالق المبدع المصور أستاذ مرتضى، إحنا شفنا كل العصافير دي لكن ما عارف الفروخ دي أنت عزلتها كده برا ليه؟ والله الفروخ دي عزلناها لأن في الوطبر ده شوية لأنها تأخذ شمس، الشمس مهمة جدا بالنسبة للعصافير، يعني ناخذ لها نص ساعة حتى نرجعها ثاني القفص جوا إن شاء الله. يومي أنت بتعمل الحاجة دي؟ لا 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 بعمل بس لما تكون الوطبر ده شوية أحس إنها شوية منكمشة في نفسها وما طبيعية، بتاخذ برد عشان ما تحصل لها اي نفوق، بقوم اجيبها هنا اديها شمس شويه وارجعها على القفص جوا. يعني بتاخذ فتره ساعه نص ساعه وبترجعها ثاني مع بقيه العصافير. حتى لو ما هنا في القفص جبته برا، القفص ذاته لازم يكون فيها تهويه، يكون فيها شمس تخش للطيور يوميا. لو ما حصل الشمس خشت يوميا للطيور بتحصل لها نفوق وبتقوم تموت، وما الريش بتاعها ذاته ما بيكون سليم والنمو بتاعها بيكون ضعيف جدا جدا، وبتكون في حاله بتاعت غثيان كده دائما تكون نايمه ما مصحصحه، لكن الشمس تلقاها دائما وحتى تفير جناحها للشمس وتكون نشيطه زي ما شايف حسي هنا ومفرهده، وبتكون ذات الوان زاهيه جدا، الشمس ذاتها بتدي الالوان نوع من النضاره. الحاجه دي بس بالنسبه للفروخ ولا الطيور الكبيره برضه بتحسبها مضبلنه وما مفرهده بتقوم تطلعها برضه للشمس؟ كل الطيور بتحتاج للشمس، حتى الحمام ذاته بتحتاج للشمس والطيور بتحتاج للشمس. يعني بين فتره والثانيه بتطلع حتى الكبار بيطلعهم برا. بفتح الشمس في القفص ذاته بيكون فيه لازم تكون في دخل تهويه في الشمس لازم. هاي. كده العصافير الفروخ الصغيره دي اللون الاصفر دي اسمها شنو؟ لا ده اسمه الهراكل، اللون الاصفر ده اسمه الهراكل. واللون الابيض بالبني ده بيقول لي باندي، واللون الكحلي ده بيقول لي بلدي. اي ده البلدي بنقعد عرب عليه يعني في الاقفاص العاديه في البيوت العاديه، اللبني ده والكحلي ده، الاصفر ده هراكل والاخضر ده بلدي، وده بيقول لي باندي. الابيض باسود بنسميه باندا. شايفه في واحد لونه زي بيجي كده براو منفرد، بيقول لك كريمي، والنا بيقول له كستري، مره يقول لك كريمي مره يقول لك كستري باندي. مشاهدينا ولسه متواصلين معاكم من سوق الطيور بأم درمان، وزي ما شفنا الليله
عدد كبير من الطيور المحلية والأغلبية العظمى طيور جات من الخارج، وشفنا جمال الطيور وروعة الطيور في منزل الأستاذ مرتضى كمال، وقدرنا نتعرف على تربية الطيور وطريقة التعامل معها من خلال الحوار اللي أجريناه معه. وإحنا حسيت من داخل سوق درمان برضو شفنا عدد كبير من الطيور المختلفة بمختلف مسمياتها وأشكالها. دي كانت الليلة حلقتنا في بيوت وحكايات، أتمنى إنه تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الحلقة. حتى يتجدد اللقاء بكم في بيت من بيوت وحكايات، أترككم في حفظ الله ورعايته ودمتم سالمين.